السلام عليكم. بحلقتنا اليوم رح نتعرف على دراجة كهربائية من شركة فيدو، هي D11. لكل حدا عم بفتش على دراجة وزنها خفيف وحجمها صغير، إذا ساكن بـ One Apartment ولا بالستوديو، الفيدو D11 هو الاختيار المناسب. من ناحية الشكل ديزاين مميز، لونها بسموه سكاي بلو، بتسكر من نصها. هلا بعدين بسكركن اياها بتشوفوها. بطارية كثير عملية، عم تجي 416 امبير اور، 36 فولت، 416 وات اور. بدها تتشرج البطارية بالكامل بتاخذ من 4 ل 6 ساعات، وبتمشيكن حوالي 60 مايل. هلا الحلو فيها انه موجودة هون بالوسط، فيكن تشلوها إذا الدراجة حطيتوها ما طلعتوها على البيت، فيكن تعملوا لها لوك، بتاخذوا البطارية وبتشارجوها بالبيت. ولأنه جاي بالوسط هيك عم يعطي أكثر ثبات وتوازن بالسواقة. هلا من ناحية المحرك عم بيولد 250 وات، وفيها إضاءة من قدام ومن ورا موصولين على البطارية. المحرك موجود هون بالخلف. من قدام وبالخلف عندكم ديسك الفرامل، كبروا 160 ملي، كتير قوي. الفريم جربتها كنت سايق بسرعة للفول سبيد، هي بتمشي 25 كيلومتر بالساعة. شحات البريك كتير قوي الفرامل تبعها. إطارات رفع نسبيا، كبرون 20 ب 1.75 انش هنشن طاير، وعندكم مرد للماي. وعلى المكواد على اليمين فيها جير عادي بتتحكموا فيه، 7 سرعات من شيمانو، من احسن انواع الجيرات. وعلى اليسار عندكم هيد سكرين بتقلك السرعه تبعك وقد ايه البطاريه بتمشيك، وفيها 3 مود للسواقه. على حد الشاشه في زر للضو، بتضوي الضو الامامي، وكمان زمور للسيفتي. هلا صار وقت طولكم اياها، تضغطوا على الزر بالخلف بضوي الضوء الخلفي انه هي اشتغلت. وكمان موجود فيها ركزه. الدعسات كتير هافي ديوتي، عم بيجوا حديد وبلاستيك بس فيري هافي ديوتي. بعد ما ضغطت الزر بالخلف ودورتها، هلا مندور السكرين، منضل ضاغطين بالضوء. مثل ما انتبهتوا اهم شيء كرمال السيفتي، بس بدكم تلعبوا على الدراجه تحطوا هلمت كرمال سلامتكم. وهلا رح نعمل برمي فيها سريعه واعطيكم رايي. نضغط على الزر على اليمين لا تشتغل. سواقتها كتير حلوه وناعمه، بس كان بعد ناقصها شغله صغيره على المطبات، لقوا فيها سسبنشن، هيك بتكون اريح بالسواقه. فهيك بكون خبرتكم بلمحه سريعه عن فيدو D11. كثير حبيتها، بنصحكم انتم كمان تجربوها. اذا عندكم اي سؤال فيكم تبعتوا لي على الخاص، اما تتركوا كومنت وبجاوبكم. بدي اتشكر شركه فيدو الشرق الاوسط انه منحتنا الفرصه انه نجرب هالدراجه وخبركن عنها. سعرها 3999 درهم اماراتي، واكيد موجوده بالامارات فيكن انتو تشتروها. وهيك بتكون خلصت حلقتنا، بشوفكم بحلقه جديده. تورونا، باي.